كندخلوا عند هاد السيده كترقم علينا باش نسينو مع هاد السيد بزاف. علاش؟ ما فهمتش. السيد ما مخلصناش وكنا فرطقنا وهاد السيده كتقول لك لا سيدي غتسينيو معاه بزاف. يعني جربتي مع جميع الطرق القانونية؟ جربنا معاه، ريحت معاه، عيطت عليه وريحت معاه وكتيت على ما غنقاد معاك المسائل، غنسينيو معاك سيدي هاد الكونطرادا وتعطينا فلوسنا، ودار معايا اتفاق، قال لي صافي ماشي مشكل غوت لي نجي، ملي وليت كنغوت عليه في التليفون كيطفى عليا الهاتف. ملي جيت عندها وقلت لها لا لا الله يجزيك بخير غوتيني على هذا السيد باش نسينيو معاه وعطينا فلوسنا، قالت لي غتخرج ولا غنغوت لك على البوليس. علاش؟ دابا انت طالب الحق وليتي؟ كنطالب بحقي ولا باغي يغوتوا لي على البوليس باش يديوني؟ ما فهمتش علاش. هذه الاولى. ثاني حاجه حنا شفنا مع هذا السيد ملي كتجي تدخل لهاد الولايه تيقول لك حق الباس فاكسينال رغم ما عرفتش اشنو تكون باغي تقضي. ممنوع الدخول، تقضي مصلحتك انت كمواطن وغتعطل لك على قبل داك الباس فاكسينال. مشاهدين قناه اشواق تي في مرحبا بكم. اليوم معنا الاخ نصر. اخ نصر حاله اخرى من الحالات ديال الحقره اللي كيعيشوها بزاف. اليوم الاخ ناصر خدا اغريمون ولا كما كنقولوا بالدارجه غريما ديال الطاكسي، عطاها ليه سيدنا الله ينصرو. وفيت انا نشرح لكم شويه الموضوع. هو ما عطاهاش لي، عطاها الوالد ديالو. الوالد ديالو توفى ودابا ملي بغى ياخذ ديك الغريما ويخدم بها هو لانه ما خدامش ما قدرش. غادي يشرح لينا بالتفاصيل اخ ناصر. عاود لينا من الاول. انا اخذت واحد لاغريمون على الوالدين ديالي الله يرحمهم وانا ما خدام ما ردام. انا عاطل، انا عندي وليدات، انا عندي مسؤوليه، عندي كرا، عندي بزاف ديال الحوايج. وهاد السيده اللي في العماله سيدي ملي كنجي عندها خلينا بعدا في الاول باش يفهموا الناس الموضوع. دابا انت عندك لاغريمون كانت عند الوالد ديالك والوالده ديالك. أيه. ورثتيها من عندهم. اييه ورثتها من عندهم. وملي هاد السيد هذا ملي غوت عليه هنا باش نجدد معاه العقد ديال هاد لاغريمون، او على الاقل انت ولا تاخذها انت وتخدم بها. اييه انا بغيت نخدم بها، ولكن ملي جيت لعدد الناس قالوا لك لا ما يمكنش حتى تخدم بها، خصو هو يبقى خدام بها. واخا درتي دعوه في المحكمه؟ درت دعوه في المحكمه. عندنا حكم بالفسخ. بالفسخ ها هو حكم بالفسخ، عقد اتفاق رخصه السيارات الاجره بلا ما نقولوا الرقم ديالو، يعني بين الحكم. عندنا حكم خصو يرجع علينا. وسيدي ملي كنجيو عند هاد الناس هادو اللي المسؤولين في هاد القطاع ديال هاد الطاكسيات كندخلوا عند هاد السيده كترغم علينا باش نسينيو مع هاد السيد بزاف. علاش؟ ما فهمتش. السيد ما مخلصناش وكنا فرطقنا وهاد السيده كتقول لك لا سيدي غتسينيو معاه بزاف، ما يمكنش لينا نحيدو هو من لاكريمو. بغيت نفهم واحد الحاجه، حتى شي حاجه ما يمكنش بزاف. وانا كنشوف عندك بعدا هنايا القاضي حكم ليك بانه تفسخ هذاك العقد ديال الرخصه. ايه هاد السيده قالت لي هما ما كيعترفوش قالت لكم بهذا الحكم. كيعترفوش بالقاضي؟ لا بالقضاء، الحكم ديال القضاء ما كيعترفوش به، هما قالت لك اللي كينفذوه هما اللي كيحكموا. دابا الانسان ملي تيكون عنده مشكل وكيمشي للمحكمه وكيحكم ليه القاضي بواحد الحاجه ما كيعترفوش بهذاك الحكم ديال داك القاضي وهذيك المحكمه ووزاره العدل كامله؟ لا والو ما معتاها. هو عندنا حكم، ها هو حكم قضائي. حكمت المحكمه بجلستها الاعلانيه ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقلوب طلب في الموضوع الحكم بفسخ عقد اتفاق رخصه سيارات الاجره. وهاد الناس هادو ما بغاوش ينفذوا لينا. مشينا لرئيس المحكمه، دخلنا عنده وريناه الوثائق وريناه كل شيء، قال لك اودي هادشي ماشي في الصالح ديالنا حنا. احنا ما كن الحكم ديالنا حنا ها هو اديناه، غتمشيو للعماله هما اللي كيفسخوا، هما اللي كي مش عند السلطه التنفيذيه، هما اللي كينفذوا. وملي جينا عندهم اختي ما بغاوش ينفذوا لينا، قال لك لا سيدي هذا السيد غتسينيو معاه بزز. صحه
واخا فين هو هذا السيد؟ سيري معاه بعدا. كنغوتوا عليه. ما تخدمش انت، يعطيه ويخدم وتخلص. كنغوتوا عليه في التليفون باش يجي عندنا باش نديروا معاه المسائل القانونيه، كيرفض. عندي تما هنايا محضر ديال الامتناع ديال الويسي جوستيس العون القضائي، مشى عنده. ها هو نوري لك. شفنا بانه تصيفط لي العون القضائي، والعون القضائي عطى لو غوتور ديالو هنايا محضر امتناع. يشهد المفوض القضائي بناء على طلب السيد نتايا بانه زعما كاينه تبلغ، ولكن هو امتنع ما بغاش. يعني جربتي مع جميع الطرق القانونيه؟ جربنا معاه، ريحت معاه، عيطت عليه وريحت معاه وقلت له تعالى انا غنقد معك المسائل، غنسينو معك اسيدي هذا الكونترادا وتعطينا فلوسنا. ودار معايا اتفاق، قال لي صافي ماشي مشكل، غوت لي نجي. ملي وليت كنغوت عليه في التليفون كيطفي عليا الهاتف. وشنو درتي؟ جيتي لعندهم قلتي لهم؟ جيت لعند هاد الناس قلت لهم، قالت لك لا انا نغوت ليه ويجي هنا وتسيني معاه. قلت لها ما كاين حتى مشكل. ملي جيت عندها وقلت لها لا لا الله يجازيك بخير، غوتي لينا على هذا السيد باش نسينيو معاه ويعطينا فلوسنا. قالت لي غتخرج ولا غنغوت لك على البوليس. علاش؟ دابا انت طالب الحق وليتي؟ كنطالب بحقي ولا باغي يغوتوا لي على البوليس باش يديوني؟ ما فهمتش علاش. كيفاش قلتي لي الشريف قبل من هذا في الكواليس قلتي لي قالوا لك سير شدو انت وعيط على البوليس؟ نشدو واش انا تنفذ الحكم؟ واش انا بوليس؟ انا حكم، انا سلطه، انا هادشي بعيد عليا، انا مواطن بحالي بحاله، الامر كيبقى عندهم هما، هما اللي كيتحملوا المسؤوليه. حيت ملي كنمشي للبيرو طاكسي اللي كاين في المعارف اش كيقولوا لي؟ كيقولوا لي ما نقدروش نقربوا ليه، خصني يجينا ميساج من العماله. تمام. وهاد السيدة لالا دايرة لنا العصا في الرويضة، ما عرفناش علاش، كنا عارفين انه دخلتيش عندها ما خلاوكش تدخل. ودخلت عندها وملي هضرت معاها قالت لي غتخرج ولا غنغوت لك على البوليس. ولا تعيط لك ديك الساعة للبوليس ونشوفوا شنو راه دابا جي عندها على قبل باش تغوت لي على البوليس، باش يجي يدو هاد البوليس يديوني نعرفوا علاش غيديوني. بصح اللي عنده شي حق وكيتسالى. الله يرحم الوالدين. كيف ما شفتوا دابا هادي يعني واحد الظاهرة اللي بزاف الناس بعدا عندهم مشكل ديال هاد الكريمات كيعطيوهم ليهم سيدنا، وفي الاخر كيتم النصب عليهم من طرف وحدين اخرين هما حتى هما مسؤولين، ولكن ما عرفتش شنو عندهم، كيفاش اللوجيك والمنطق باش كيخدموا ما عرفتش. هادي الاولى. ثاني حاجة حنا شفنا مع هاد السيد ملي كتجي تدخل لهاد الولاية تيقول لك حق الباس فاكسينال رغم ما عرفتش اشنو تكون باغي تقضي، ممنوع الدخول تقضي مصلحتك انت كمواطن وغتعطل لك على قبل داك الباس فاكسينال. حنا كنعرفوا بان التلقيح غير اجباري، ملي التلقيح غير اجباري كيف يعقل بان الباس فاكسينال اجباري؟ واش دابا ما فين هو المنطق في هاد القضية؟ حنا الصراحة كنتسائلوا، بغينا شي مسؤول يجاوبنا من هاد المنبر كنوجهوا ليه السؤال والنداء، كيفاش ان التلقيح غير اجباري وبان الباس فاكسينال اجباري؟ حيت راه ما يمكنش ردوا التلقيح اجباري والباس فاكسينال غير اجباري، وديك الساعه المغاربه كاملين غتلقاهم تلقحوا. ماشي تلقيح غير اجباري غد ليه ولا بعده باش ملي مرض الانسان. حنا ما قلناش لك لقح، راه تلقيح غير اجباري ما غنتحملوش مسؤوليتك. وهاد يعني راه حالات شفناهم بزاف، ما تندوش من فراغ. هادو جوج النقاط اليوم شفناهم هنايا امام الولايه ديال الدار البيضاء. صراحة والله ما بقيت عارفة اشنو غادي نقول، اتأسف. كنتمنى اخ ناصر الصوت ديالك يوصل للمسؤولين، وكنتمنى المسؤولين يتفاعلوا معك ويتفاعلوا مع هذه القضية ان شاء الله. وحتى نتوما كنقول لكم تفاعلوا مع هذه القضية وقولوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات. شكرا، كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا اشرف عوينة، شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.